يا هلا والله واهلين في فيديو اليوم يا جماعة. اول حاجة احب اشكركم مرة كثير اننا وصلنا 400,000 مشترك، رقم جدا كبير بالنسبة لي، وان شاء الله الجاي اكثر، والهدف الجاي ان شاء الله 500,000 او نص مليون. ابغى الجميع يشترك في القناة وانشر الفيديو والقناة لكل اصحابك عشان يسوي سبسكرايب، وان شاء الله من نوصل نص مليون حسوي لكم مفاجأة وحاجة مرة كبيرة، اكبر شيء قد سويته في حياتي، وحتنفجعوا من الشيء اللي راح اسويه ان شاء الله. وبمناسبة اننا وصلنا 400,000 حسوي لكم خصم على برامج التمرين والتغذية. يا جماعة انا لي فترة ما بسوي اي خصومات لانه قريب جدا ان شاء الله حينزل التحديث او الابديت الجديد، عشان كذا ما بسوي خصم، ولكن بهذه المناسبة صراحة تستاهلوا. حسوي خصم، اي احد راح يشترك يكون سعر البرنامج 250 ريال بس، اشتراك مدى الحياة، والتحديث راح يشملك في البرنامج. طبعا عندك برنامج تنشيف، تضخيم، وتمارين منزلية، كلها تمارين مصورة بالفيديو يومية، نظام غذائي، وكل شيء تحتاجه ب 250 ريال. فهذه فرصة ما تتعوض، والخصم لمدة أسبوع من يوم الجمعة اليوم إلى الجمعة القادمة. حلقة اليوم حلقة جدا مهمة، وهي الختامية لسلسلة الجيوش اللي سويتها أنا والكابتن مشعل. بدأنا بالسلسلة بالاختبار الجيش الأمريكي، بعدين سوينا الجيش الروسي، الجيش المصري، الجيش الباكستاني، والجيش العراقي. عشان هذه السلسلة تكتمل أكيد لازم يكون معايا مشعل باختبار الجيش الأمريكي. لأننا حنسوي اختبار الجيش الروسي، اختبار القوات الخاصة الباكستانية، باختبار الجيش المصري، اختبار الجيش العراقي، هلا والله بالشباب، والله وحشتوني، شكرا لكل اللي سألوا عني، جاتني إصابة في الركبة بعيد عنكم. اليوم رجعت ليكم عشان نختم هذه السلسلة، والسلسلة الجديدة نبغاها تكون على اختياركم. اكتبوا لنا تحت في الكومنتس ايش السلسلة الجديدة اللي تبغوها، ويلا خلونا نبدأ. معلومات عن الجيش السعودي، الجيش السعودي ترتيبه الثاني في الدول العربية و17 حول العالم. بالنسبة للقوة البشرية 480,000 جندي فعال حالياً لآخر إحصائية. ميزانية الجيش السعودي 48 مليار دولار، يعني 181 مليار ريال سعودي، يعني 181 وجنبها 9 أصفار. أما القوة الجوية 889 طيارة، منها 279 مقاتلة و81 هجوم أرضي و260 هليكوبتر. بالنسبة للقوة الأرضية في أكثر من 1000 دبابة، 12500 مدرعة، و2500 مدفع، و300 قاعدة صواريخ. هذا كله غير عن القوة البحرية الموجودة في الجيش السعودي. ونجي الآن لاختبار الجيش السعودي. عندنا 4 اختبارات. أول اختبار لازم تسوي 40 بوش أب يا مشعل في أقل من دقيقة. ثاني اختبار لازم تسوي 40 بطن، تمرين الست أب. بعد كده عندنا 40 تمرين اللنجز او تمرين الطعن، واخر حاجه راح نسوي 20 بيت، تمرين جدا قوي حتسويها ورا بعض. اذا عديت العدات هذه كده عديت الاختبار، سوينا اقل حنكون فشلنا. مشعل عيب عليك وعليا، ننجح في اغلب اختبارات كل الجيوش، نجي في اختبار الجيش السعودي نفشل فيه. خلاص حنبدا نسخن على السريع ونبدا. حنبدا مع انمار اول اختبار. بسم الله. بسم الله انا جاهز. 3 2 1 جو. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 30 34 35 36 37 38 39 40. ما شاء الله تبارك الله، عدى الاختبار 37. يا جماعه ترى مره صعب تسوي بوش اب على اي سطح، في النادي سهل تسويه، لكن تسويه تشوف ممكن ينزل لك دم، فاختبارات الجيوش بنتعب فيها مره كثير. يلا دورك مشعل. يلا مشعل جاهز؟ يلا 3 2 جو. 1 2 3 4 5
شاء الله في 28 ثانية عدينا الاختبار الأول بنجاح. يلا الاختبار الثاني. جاء وقت الاختبار الثاني، تمرين السيت ابس أو البطن. قبل ما نبدأ، هذا حسابي في السناب شات وهذا حساب كابتن مشعل، أتأكدوا أنكم تضيفون هناك، نصور يومياتنا وتمريننا وأكلنا وكل حاجة، ونجاوب برضو على أسئلتكم. يلا مشعل، الاختبار الثاني حيكون تمرين البطن، أهم حاجة لازم ينزل نزلة كاملة. أوكي. ويطلع. يلا 3-2-1 go. أربعة خمسة ست سبع ايوه عشر روح عشر عشرة عشر. خلصها بالضبط في 59 ثانية. برافو يا انمار. والله يا جماعة مرة صعب تسويها بسرعة، يعني حقدر اسوي 60-70 بطن، بس الوقت يخليك تسويها مرة بسرعة، ففي صعوبة مرة مو طبيعي. جرب سوي 40 سيت ابس كامل في دقيقة، حتشوف المعاناة. يلا دور 3-2-1 جو. 1-2-3-4-5-6-7-8 9 8 9 40 في 50 ثانية. اختبار اللي بعده. الاختبار الثالث حنسويه مع بعض، تمرين اللانجز او الطعن. التوتال 40 خطوة، يعني كل رجل حنسوي 20، يعني حنسوي كذا 1 2 3 4 40 في اقل من دقيقة. انا معي التايمر، مش عارف انت جاهز؟ 2-1 جو. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 38 ثانية يا أخي، كفو والله كفو. يلا جماعة اختبار الرابع. أما الآن الاختبار الرابع والأخير، تمرين البيربي، حيكون 20 عدة. 20 عدة في أقل من دقيقة، ترى مرة صعب. 20 عدة في أقل من دقيقة، يعني لازم كل بيربي ياخذ مني كحد اقصى 3 ثواني، اخذ 4 ثواني انا ما حقدر اعد الاختبار، لازم اسويه مره بسرعه. جاهز؟ اسوي زي البوش اب وارجع انط نطه خفيفه. جاهز؟ 3-2-1 جو. اسرع 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 يا انمار. موف موف موف. ايوه روح روح روح. اسرع لا توقف. ايوه الجيش السعودي هذا. روح موف. 3-2-1 اوكي ما شاء الله تبارك الله. 38 ثانية فاصلة 15 جزء من الثانية، يعني تقريبا اخذ مني ثانيتين كل واحدة، اقل من ثانيتين، ثانية فاصلة 8 تقريبا. برافو برافو برافو. الحمد لله طبعا يدي خلاص دم بدأ في كل مكان. يلا دورك مشعل جو. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 بطل 9 11 باقي 10. يلا 10 9 8 1 6 5 4 3 2 1 more 5 35 ثانية. كم جبتها؟
اوكي فرق 3 ثواني. والله بطل كذا انا ومشعل نكون عدينا الاختبار بنجاح الحمد لله. كل الاختبارات عديناها، كل الجيوش. الفتره الجايه مشعل حسوي اشياء جديده، في عندي افكار في البحر، ممكن نسوي قوات خاصه بحريه او حاجه مختلفه تماما عن الجيوش. ابغاكم انتم تساعدوني تدوني افكار حلوه، اكتبوا لي هنا تحت في الكومنت. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، لا تنسوا سبسكرايب. نبغى سبسكرايب عشان رجعتي. ابغاكم توصلوا المقطع ده دبل كم لايك تبغى من الاخر يا اخي؟ زيدوا زيدوا خليكم كريمين يا ابوي. نبغى 30,000 لايك المقطع ده. لو وصل 30,000 لايك انا حكون مره مبسوط، وانتم قدها تبسطونا. كان معاكم انمار ومشعل ابراهيم، نشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.